احنا دابا غادي نزلو. شوفوا شوفوا هنا فين هذه هي ديال العماره اللي ساكنين فيها دابا، وهذه هي لابارتمون اللي كريناها. وهنا هاد السيده هذه تبارك الله، ناس هنايا شوفوا دايرين الديوره ديال القطوطه كامل، هادشي كل القطوطه، وعندهم حتى الكليبات. سعدايات من الحلم ديالي ندير بحال هكا ونجمع كاع القطوط والله العظيم ديال الزنقه والمراد مساكن والكلاب، ونداويهم ونعيشهم معايا ان شاء الله باذن الله يا ربي تحقق لي هذا الحلم ديالي. هانتوما شوفوا تبارك الله راه داير لهم الكرياج وكل شيء كيتساراو هنا ورجعوا. شوفوا شحال الدروج، شوفوا. المهم غادي ننزل دابا باش ما نطيحش وانا معاكم. المهم حنا خرجنا ايها في كنا ساكنين تمايا، كاين هنا اللوركي البوسفور، هنا كاين داك القنطره اولا البريدج. كندير صباعي كيمشي ليا الفوكس، شوف الجامع عاد كيحمقوني عندهم المساجد، زعما المساجد ديال تركيا راه ما كاينش بحالهم والله العظيم زوينين. والاذان الاذان يا سلام، احسن اذان في العالم هو اللي في تركيا، حتى واحد الراحه نفسيه راه خطير. المهم انا معاكم دابا، كنتسنى غير راجلي يوقف يخرج شي صريف ونمشيو نشوف اش نديرو. بما غنمشي نشوف نشريو شي حويجات، لاننا جينا غير بلبسه اللي علينا وبيجاما فقط، حيت تعلمت بالدرس انا من جيت تركيا ما كنجيبش حوايج. نشريو دابا حوايج باش نمشي نتغدى مع السيده، وفي العشيه ان شاء الله غادي نرجع عند الدونتيست يكمل لي يقضي لي داك العرق، باقي واحد العرق اخر. المهم احنا معكم في التفاصيل كامله ان شاء الله خطوه بخطوه. يلا نتلاقاو. الو حنا جينا هنا، هي غلاطا تاور شفتو، هي هادي برج غلاطا، وهذاك هو القنطره اللي كنمشيو منها وكنطلعوا نيشان التقسيم. انا كنزرف حيت راجلي كيزرف، باش يلا يلا نلحق الوقت نمشيو نصرفو ونتلاقى بالسيده. خصني ناخذ الطاكسي لانني في الفاتح، غنقطعو دابا باش نمشيو للقنطره ونمشيو للجويه ديال السلطان السلطان احمد والفاتح. هانتوما باش تفهمو راه هي كلاطا الفوق ديك مورا ديك العمارة. هنا غنمشيو باقي شوية قدام عاد غندورو على السلطة. وحنا وصلنا للبرج، وهذا كلاطا على اليمين. ها هو برج غلطة شفتوها، هادي نيشان كتطلع لبرج غلطة وكتطلع تقسيم، وهذا هي القنطرة المعروفة اللي غدينا الجهة التانية جهة كرون بازار سلطان أحمد محمود باشا بايزيد أمين ونو الفاتح. أنا دايرة مع السيدة في مطعم في الفاتح حيت مغتكون شي يوم سالي غتسافر، وانا عندي الطبيب في العشية. يا سلام كبري انا الساعة ما عرفتش اش كبري لكم. ريحة الحوت ريحة البحر. دونك هاديك هي امين ونو، غيكون واحد السوق زوين على هذا السوق الاربعاء فاتح. الى قليل نقدر نمشي نصور ليكم. المشكله الطبيب كيكون في العشيه. شوفي شوفي اسمعك، هنا كيصيدو كاين اللي كيصيد ليه كاين اللي كيبيع عصريه كيبيعو. احنا قطعنا المصباح قطعنا احسن من تاخدو الطاكسي ولا الطرام. هنا راه طلعو التقسيم على رجليكم، اصلا اللي ساكن في هاد النواحي بلا ما يستعمل الطاكسيات ولا الطرام، سيرتو الطاكسيات الى اضطر غادي شي بلاصه بعيده
انا نجيب بابا هنا يتضر لقى غير هنا كيصيد مع هذيك الحماقه على الصيد. انا كنحماق على الصيد. وين هذا النطاق يا امي نونو؟ هذاك واقيلا هو توب كافي قصر السلطان سليمان. شتو المهم انا داخله عليه ولكن ما عقلتش واش هو كنظن هو هذا وهذا. بغيت نتاكد ليكم لا بقى لنا الوقت نكتبوش نهار ما عنديش الوقت ندير صور نمشي ليه نصور ليكم. انا جيت غير نداوي سنيناتين وراجلي كيف شفتو موجود من دور مرمرة. المهم هنايا غادي نقطعو غادي نقطعو ليها هنا كي لو كغون بازار. شفتو هذا السوق المصري ديال كيبيعو التوابل القامة وداك الشي. غادي ننزلو هنا وغنقطعو ليها غنحطو من تحت بحال الكرة الأرضية ديال كازا كلشي. شوفو سبحان الله تبارك الله قداش بلا الحول يدعي للمغرب. شتو في أمان ما قيسو حد حتى تبارك الله مهلين فيهم وشبعانين ما يقيسو حتى واحد. خليهم ما يترونكيل كلهم دايرين ليهم الجلبات ديالهم ودايرين لهم العيبة في ودنيهم بأنهم راه فاكسينين ما تخافوش منهم. هاد البلاصة مشات ليا السمية ديالها. هنا كاين مطاعم الأسماك ولكن كيعاودو المياني المذاق ديال الحوت هنا خايب في المذاق ديال الواد. عرفتو داك المذاق خايب ديال الحوت مشات ليا السمية أنا معقلتش. هنا كيبيعو القسطال والدرا ها الواد لا لا عندها سمية مشات ليا. المهم هنا كيركبو في كيمشيو للكاريكو. ها هي هنايا إيمينونو هذه المحطة ديال إيمينونو كنكبو في الفاري. هنا كاين اللي كيشي اللي بغا يخلص يخرج فلوسو. شت لي السمية هاد بلا مشا نراجيها. المهم هنايا كاينين الباطوات بغيتو تمشيو ديرو اللي بغا يمشي لجزيرة الأميرات اللي بغا يمشي لأي بلاصة بباطو بغا يمشي لآسيا ديال آسيا بباطو اللي بغا يدير العشا من هنا. وكاينين عاوتاني حتى من الجهة الأخرى. المهم هذه المحطة ديال الفيري ديال الباطوات ديال أمينونو غادي نهبطو سطروج غنقطعو في الجهة الثانية فين كاين البازار المصري و الكغون بازار. نوصيكم أكبر هاي ما تقداوش من كون بازار راه يضربوكم تتنقزوا اثمنه راه 10 مرات على برا وتخرجوا برا وتلقاو الاثمنه حداهم في محمود باشا. عرفتوا الناس الحاجه كتلقاوها 10 مرات رخص. بس هنا نزلنا هذه اللي قلت لكم بحال الكره الارضيه ديال كازا كتنزلوا حتى هنا كاين السوق هنايا تحت الكره الارضيه كتقطعوا الجهه الاخرى. المهم هادشي كامل راني دايره لكم في قناة في الفيديوهات قدام بحال هكايا. رجعوا ليهم غتلقاوهم ماشي مشكل نعاودو الناس اللي اول مره غيدخلوا للعشان مرحبا بكم دار داركم. ما تنساوش داك الجيم وما تنساوش الاشتراك وفعلوا الجرس باش كل مره نحط شي فيديو تولوني توصلوا بها. المهم انا نتوما شفتوا واش كيبيعوا اكثريه الحويجات الرجال تقاشر السيزات جينات كلشي هادشي ديال التليفون اكسسوار صراحة عمري ما شفت منها زعما بسميناها ما عرفتش من 20 تبع 90 ما عرفتش هاديك اللي تبع التعبيرة مبادر. شفتو أكثر حوايج ديال الرجالة هنايا ديال العيالات هانتوما الأثمنة. شوفو
ميتين ل 450 ميتين عرفتو هي غلات على ملي كنا كنجيو ليها غلات بزاف زادو في كلشي. الطوبيس اللي جينا فيه حنايا من المطار التقسيم كان 15 20 ليره جينا حنا تقريبا 67 ليره الواحد ياك الطوبيس خلصنا حنا بجوج 135 ليره من المطار كان عيب 15 20 ليره دابا 67 ليره الواحد كلشي تزاد المهم حنا خرجنا للجهه الثانيه معرفتش واش الصوت واضح ولا لا حيت داير الميكروفون وتهضر ليا داك الغطا ديالو الفوقاني داك البومبوم تهضر ليا واقيلا في السعودية اللي كيسفي الصوت مي ماشي مشكل. ها حنا وصلنا للجهة التانية ديال نونو هنا شنو سميت هاد الشارع هادي طلع دابا لإمينونو القصرية محمود باشا تخرجكم من الجهة الأخرى تخرجكم في بايازيد هنا من الجهة مع اليسار كاين البازار المصري وال الكرون بازار المهم غنمشيو حنا ندخل دابا قصرية محمود باشا زوينة بزاف فيها فيها تا هي ملابس بالجملة سمحوا لي كن سخفت فيها ملابس بالجملة خصوصا ديال الفولارات الحجاب شوفوا لي في الأزقة اللي بغيت تقدا كاين هنايا وكاين عاوتاني حداها كاين بايازيد سوق بايازيد هذاك بايازيد معروف بالشنط بالحقائب وبالصبابط صبابط السيكان كاين الدوزيام كاليتي بروميير كاليتي يعني التقليد الاول والتقليد الثاني بايازيد معروف اللي بغا يتقدى السيكان والصبابط خلاص كاين النار تارتا هوايا الا بغيتو ندير لكم فيديو اللي يتقداو الجملة اللي بغا يخدم على راسو يبغى يبيع المهم هنايا غادي ندخلو غنبداو ندخلو غادي نتفرج على قصرية محمود باشا كاين كرون بازار سوق مصري الحقيقة أول مرة في كيجي لتركيا تخدينا من كرون بازار مكناش عارفين هاي خرجنا تفقسنا المهم مبغيناش ندخل داخل الأدغال المهم هنا هي هادي كتبدا قصرية محمود بن بنو كطلعو الفوقة عتو راه كبيرة فيها قوة الأزقة حنا دابا كنقلبو فين نصرفو ما بغيناش ندخلو حيت باش حيت يمكن ناخدو طاكسي من بيولوف يمكننا ولكن علاش عجبني نتمشاو تسارة وبان لينا المطعم قريب بقات لينا شحال 20 دقيقة كنكون المساجد ديالنا هذا كيشبه المسجد الازرق دابا نوري لكم ان شاء الله ماشي ترى وريت لكم فيديوهات سابقه دابا نعاود ما تنساوش تشريو هذا الدرع والقسطان والصامت الصامت وهذا الصامت باقي الثمن ديالو 5 ليره ما تبدلش فين مي غنمشي هنا ولا هنا سخفتو 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 المهم انا ما جبتش هذاك الستابيليزاتور ديال التليفون ديالي حيت شويه جاني ثقيل وما حنا ما عندناش نديرو كي بالوزن جبنا غير ساكادو الا تقديت عاد انا ندي شي باليزات نخلص عليهم جبت غير واحد سيلفي ستيك عصا ديال السيلفي ان شاء الله ما تكون مزيانه ما تمنش لان الصراحه كيضروني يدي كنبقى قاطه التليفون هنا كاين شي وحدين نري شي تركيا الصيدات كيبقاو لا تفهميناش ما تفهميناش كنقول راه غنقطع لك ماشي ما تخافيش ولا كنقطع داك هذا كنظن حتى هو مدخل ديال السوق السوق المصري هانتوما هذا هو السوق المصري شفتو راهي مصر هنا كيبيعوا لي قامة وداك الشيء هذه هي طلعة ديال سوق محمود باشا هانتوما شوفوا شوفوا شان فين نصوركم هنا ولا هكا ولا هكا باش راك يحمق فكر على الملابس
تتحمق من التالي اعتذر. كيحمقوني البيسات الختانات ديال الوليدات ديالهم يا ديال طارق كيحمقوني، ولكن ولدي ديجا مختن كون عندي وليد صغير ناخذو ليه كيحمقو. نتوما شوفو خذو افكار صوتات بلاتي انتم هادشي عندهم كيحمق ديال الفراشات ديال القواس بلاصه ديال الحمام. انا كنشريو الذرة وكنجلسو ناكلو حنايا. هاد واحد المرة كان بارد السميق لي دينا جمدو مقدرناش ناكلو. دابا ندخلو من واحد القيصرية لبيتها هنا. هذا واحد المرة كان معلق معقلتش شنو شريت من عندو. هذا لي فين قلت والله معقلتش شنو شي تريكو ولا شي سروال معقلتش كان معلق داكشي زوين. شوفو شوفو هادو غزالين الصراحة. شوفو شحال زوينين شفتوهم. هادو تلقاهم عندهم رخص من المحلات. المهم جينا نصرفو هانتوما تاخدو فكرة على الثمن ديال على الأسعار ديال الدولار والأورو. الدولار 19 الأورو 20. المهم الدولار فيه 19 ليرة والأورو فيه 20 ليرة. انا راه نقسم لكم فيديوهات باش ما يجيوش طوال، لان الا جيت نحط فيديو واحد راه تجي فيه 10 السوايع. قولوا لي انتم في التعليق شنو بغيتوني نفيلم لكم. كاين هذا المحل هذا كيبيع الاتمته. هذا اللي كنا كنشريو من عنده كنجلسو في كرسينا وناكلو. ولكن كاين اللي بغى الاتمته. شكرا. هنا وهنا وش وي؟ كاين اللي قلت لكم شنو كنت كنقول عاد على باش تمراجي. شوفوا البيجامات هذا شاريه من عنده واحد المرة. مراجي حاضر الجي بي اس قربنا ياك على رجلينا نو ولا باقي بعيد؟ شوفوا خذوا افكار. ها هادو واحد كناخذ من عنده داكشي ديال وين هاد هنايا هاد الصباح كناخذ من عنده داكشي مري خطير. هاد الزنقه تنعاود نصورها لكم. فداكشي ديال الاتواب شوف 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 هادشي اللي باغي ناخذ. كيحمق هادشي كيحمق. شوفوا 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 الزربيات. من دابا انا حيت زربانه غير دايزه كنصور لكم تا عندي لكم فيديو ان شاء الله زوين على هذا السوق. الا بقى لي الوقت ان شاء الله. ها هو البنات اللي كيبغيو داكشي ديال الخياطه وداكشي شوفوا هذا كنتقدم من عنده. شوف عندو داكشي كيحمق كنتقدم من عنده. وهاد الزنقه هادي راه كلها هكذا. كاين تحت على اليمين كاين مكتبه جات لتحت ما طباش ليكم لتحت. كيبيع داكشي ديال الاشغال اليدويه خطير. دابا خاصني نتقدم حيت خليت كاع الماتيريال ديالي في امريكان. شوفوا شوفوا هاد الزنقه هادي غتخرجكم البيازيد الفوق. بغيت ناكل حيت غنتغدى دابا. هادي تايز من ناري. هذا كيبيع داكشي ديال الخشب وديال الدوم. يحمق هذا كيحمق عنده داكشي ديال الخشب والدوم.
المهم اللي كتخيط كدير الاشغال اليدويه فهمت ما كيبيع القلوعه وداك الشيء قاشر. المهم انا جايه جايه عند بسعش مني بغيتي الصحله بمراد هو سخون هاد الصحله زوينه هذا هانتم شوف ديال الديكورات الاشغال اليدويه والورك كيحمق هادشي عندهم شوفوا عاوتاني ناري طلع العقبة ما عرفت الجاكيطة سخونة عرقت وسخنت تاي لا بقيت شي هنا راه عندي بقيت ندير لكم الفيديو تفصيلي ولكن راه كاين في القناة الحق ديال عامين هادي شوفوا لكم دابا كاين شي جديد شوفوا شوفوا شي ديال الحمام حمق الفاطي طبيات كاين واحد كيبيع كيبيع كيلا باقينا شرخان قصرية شرخان واحد كان كيبيع لي مانكان البنات اللي كيديرو البلعة هو شفتو البنات اللي كيديرو البلدي ولا زاد شي صباح خطر عندو شي مبقاش عندي الجهد هنا المهم شوفو الفيديو صراحة سخفت سخفت هذا عندو داكشي ديال الصيد هاد الزنقة هادي كلها كيبيعو داكشي ديال الصيد المهم هنايا الفوق ولهنا كيطلعو البياجيك هنا عاوتاني داكشي كيحمق الورد ديكوراسيون داكشي ديال العقيق لي بيجو زاكسيسوار ورا زنقة نسي الزنقة شوف الورد عاوتاني كاين واحد الزنقة شي زنقة داكشي ديال الحصلة خصني ندير الصارة بحال هادي ان شاء الله حيت حتى انا كنت قداس العام هنا الحق ما كنصيفطهاش ها كندير معايا في باليس كنكتر لي بوني لي تيغبو وديال الصلاة كنبيع من في امريكان ويلا نصلح الله ان شاء الله هذا ديريكت على اليسر ناخذ السلعه نديوها للمغرب تاع هي الى ساليت نبقى لي وقت شوف هذا تا هو كيبيع لي مانكان داكشي هاي ديال الرجال هادو نصي كان سماطي صافي نسكت شويه ناخذ نفسي بصحة هذا فكرني في مسلسل كنت فرش فيه ديال العهد شوفوا 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 الصابون داكشي ديال الروائح على اليسر ولا اليمين المهم خلينا داكشي من التحت طلعنا ما نقدرش نصور كانت العقبه سخفت قدرت ارتاح حيت شربت الميه لا غنخرج على ساعتي ان شاء الله فين شوانا كرسي دابا كبار ممكن نشوف نيشان ها شوفوا السنة الحزينة ما عرف سميتو حدا قهوة هنا بس فصح وداخل خلاص كاين بارك جريدة أول مرة عندو زمان تزوق أنا لقد سخفتو
وشجعونا باللايكات انتوما. والله كنا نفهمين كيف مع الناس عندنا اللي باغيين يجيو دابا تبارك الله راه بزاف اللي يشوف تركيا تقدم واللي جا سياحه ولا باقي ما سهلش على الله. هو تجبنا ريح تركيا لحد يدي عيما تا نساويش في اللايك باش تشجعوني باش الفيديوهات يطلعو وتقاسموهم مع الناس يشوفو تفرجو. ولا عجبكم المحتوى تشجعوني باللايكات التعليق زينة بحالكم بالبارطاج. صراحة كنشوف فيديو لا علاقة محتوى رديء تطلع والفيديو تسلم أول مرة عندي هاد الشوق. عرفتو الأمان والله. إيه في المغرب أنا في التليفون كونفيني هاي فرماسي.